بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. أيها الأحبة، موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا جدا كما المواضيع السابقة. منلاحظ نحن كتير أنه في القرآن الكريم دائما يرد ذكر بني آدم وبني إسرائيل. آدم هو شخص، إنسان، بشر أو البشري، وإسرائيل أيضا، ولكن لا يوجد في القرآن الكريم ذكر لأي اسم آخر ربنا ينسب إليه بني، كلمة بني. يعني عندنا بس بني آدم وبني إسرائيل، ما عندنا حدا غير بني حدا آخر. أمر محير، ليش؟ ليش بس إسرائيل مذكور؟ عفواً، ليش بس إسرائيل وآدم هن المذكورين ببني؟ طيب، قيل أنه إسرائيل هو يعقوب، ووصف بأنه إسرائيل. طيب، ربنا بيقول بني إسرائيل، ولا مرة قال بني إبراهيم، مع أنه إبراهيم أولى، لأنه هو جد ليعقوب. ولا مرة قال بني إسماعيل، بني إسحاق، بس بني إسرائيل اللي معتبرينه يعقوب. هل هو فعلا يعقوب؟ خلينا نشوف. يقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال أنه يعقوب حرم على نفسه أنواع معينة من الأكل. هل يعقل لنبي مرسل من عند الله أن يحرم على نفسه أكل كان حلالا له، أحله الله له؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وبتمرق فترة طويلة جدا لحد ما يجي التوراة، ولا ينبئه الله أنه ما لك حق بهذا الأمر؟ طيب، أنبأ سيدنا محمد لما تحرم ما أحل الله لك، لما قال له تبتغي مرضات زوجاتك. طب يعقوب كان نبي وإجا من بعده أنبياء كتير، ولم يذكر له الله كما ذكر لمحمد أنه ما فيك تحرم بالأكل على ذوقك؟ تحريم، مش تمتنع، مش امتناع. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه لحد ما أجت التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. مستحيل، مستحيل أن يكون هذا يعقوب، مستحيل. لأنه لو كان يعقوب كان ربنا خبره أنه ما لك حق تحرم، مثل ما خبر سيدنا محمد، وهو نبي وبعده أجت أنبياء كان توضحت الأمر. الأمر استمر لحد التوراة، لحد نزول التوراة. معناته لم يظهر أي نبي قبل نزول التوراة في بني إسرائيل، وبالتالي يكون موسى هو أول نبي في بني إسرائيل. بلش يحلل، يقول لهم شو ربنا محلل وشو محرم، فبيكون موسى هو أول نبي. وحكما وصار يقينا أن يعقوب مش هو إسرائيل. طيب، إذا من هو إسرائيل؟ من هو إسرائيل؟ خلينا نشوف قبل بعض الآيات كمان اللي تتعلق بهذا المعنى. إذا منروح على سورة المائدة: واتلوا عليهم نبأ ابناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بيرجع بيقتلوا لخيه مثل ما بنعرف، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أصبح من الخاسرين. بعدين ندم لما شاف الغراب، صار من النادمين، والنادمين هن دائما بالقرآن الكريم معناتها فاتوا على النار، خلاص انتهى أمرهم. تجي الآية من بعدها: من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، في الأرض كلها،
فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. طيب، شو علاقة ابن آدم، ابناء آدم، قصة القتل ببني إسرائيل؟ تقول ربنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هل معنات أنه ما في مسافة بين بني إسرائيل وبين أبناء آدم؟ هيك بنفهم من ظاهر الآية، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني أول ناس انكتب عليهم تحريم القتل هن بني إسرائيل. قياساً إلى قصة ابناء آدم، قياساً إلى قصة ابناء آدم، هذه إشارة بتخلي الإنسان يتدبر إنه ليش ربنا ذكر قصة القتل تاعت ابناء آدم ودغري من وراها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. طيب، إذا منتابع أيضاً بالقرآن الكريم بالتدبر منشوف بسورة الأعراف الآية 137، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، اللي هن بني إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها. التفسيرات المتكلفة تحكي عن قطعة صغيرة بمكان معين، النص واضح وصريح، مشارق الأرض ومغاربها، كل الأرض مش بقعة معينة، كل الأرض. إذن شو الموضوع؟ بني إسرائيل ربنا أورثهم مشارق الأرض ومغاربها كلها. طيب، نروح أيضا لمكان آخر، إلى سورة مهمة جدا، هي سورة الإسراء، لأنه هو اسمه إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح، إذن بني إسرائيل هن من ذرية من حمل نوح معه، مش من ذرية نوح، من ذرية من حملنا مع نوح. فبني إسرائيل ممتدين لعصر نوح، إذن قبل موسى بكتير، وحتى قبل إبراهيم أيضا. قرآن كريم واضح. طيب، منتابع أيضا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، لفرعون بسورة الإسراء كمان. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. كلمة اسكنوا سامعين نحن لما ربنا قال لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهلا عم نرجع نسمعها مرة تانية، اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه. الواو عم تعطف على الجملة اللي قبل، الجملة اللي قبل الاسم الوحيد العلم المذكور هو بني إسرائيل، إسرائيل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إشارة كمان نرجع له. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لسيدنا محمد، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن نزلناه تنزيلا عائدة للقرآن، وبالتالي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل لا علاقة لها بالقرآن إطلاقا، إطلاقا لا علاقة لها بالقرآن. تعيت القرآن ذكر بالآية التي تليها ونزلناه تنزيلا. إذن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل تعطف على اللي قبله اللي هي الآية تاعت بني إسرائيل، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزل منين وأنزلناه منين، وهل هو إسرائيل؟ خلينا نشوف. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى.
بالحلقة الماضية تاعت الجزء الثالث من خلق الإنسان البعض اعترض أنه لا، هبطا منها جميعا هي لإبليس وآدم، ووضحنا هذا الموضوع وهو واضح وضوح الشمس، وضوح الشمس واضح في القرآن الكريم. ربنا يتوجه بالخطاب لشخصين هبطا منها جميعا، معناته آدم وحواء وما كان في بطن حواء، ما دخل إبليس فيها، لأنه الآية بترجع بتقول فإما يأتينكم مني هدى، بنفس الآية إبليس ربنا ما حيبعت له هدى لأنه هو خلص بالنار، فلا علاقة له بهذه الآية. بعدين إبليس لما ربنا يتكلم عنه بيقول له قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. ربنا بيستخدم كلمة اخرج لما بده يطلع إبليس يطرده. طيب خلينا نشوف هلأ بعد كل الأمور اللي بلشت تحيرنا، خلينا نشوف ما معنى إسرائيل. ما معنى إسرائيل؟ إسرائيل هي كلمة عربية مبينة ومبينة، لا علاقة لها بالعبري إطلاقا، هي كلمة عربية بلسان عربي مبين. ما معنى إسرائيل؟ كلمة مركبة. خلينا نشوف بالقرآن الكريم ما المقصود بالإسراء. إسراء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. شو يعني أسرى؟ يعني الجنود. ليش سميهم أسرى؟ لأن الجنود بيكونوا بمكان بسكناتهم أو بدولتهم، يعني برقعة جغرافية معينة، لما أنت تقبض عليهم يسيروا معك صاروا بمكان تاني، صاروا بمكان تاني، يعني صار في انتقال من مكانهم، من بلدهم، سكناتهم، إلى مكان تاني، صاروا بحيزك الجغرافي، يعني في انتقال من حيز جغرافي إلى حيز جغرافي آخر، لذلك سميوا أسرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً بالليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا انتقال من مكان إلى مكان، ما دخل بالليل، لما يكون في ليل ربنا بيذكر أسرى بعبده ليلاً. فأسري بأهلك بقطع من الليل، كمان انتقل فيهم من مكان إلى مكان آخر. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، يعني انتقل فيهم من المكان اللي هن فيه أرض فرعون إلى المكان الآخر. إذا معنى الإسراء هو الانتقال من مكان إلى مكان. طيب إيل، ما معنى إيل؟ قيل أنه الله، وأنه بيت إيل هو بيت الله أو بيت الرب، وهذا كله غلط. كلمة إيل لا تعني الله إطلاقا، الله هو الله عز وجل. كلمة إيل هي كلمة عربية مبينة لا علاقة لها بالعبرية إطلاقا، بلسان عربي مبين. ما معنى إيل؟ علينا أن نتدبر القرآن. طيب إذا منروح على سورة قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عم بيحكي عن إطعام من جوع وأمن من خوف. طيب شو هو هذا الخوف وشو هو هذا الجوع اللي عم يذكر في القرآن؟ هل كانوا أهل قريش جوعانين؟ ما كانوا جوعانين، فليش لربنا يذكر هذا الشيء؟ واسم الإشارة هذا البيت، هل مذكور البيت بهذه السورة اللي يحط له اسم إشارة؟ في الواقع إذا منروح على كلمة إيلافهم الآية الثانية لإيلاف قريش، إيلافهم بالآية الثانية، منلاقي أنه في إشارة غريبة شوي بين حرف الألف المكسورة وحرف اللام اللي عليها فتحة وعليها كمان حرف ألف. حرف الألف ما بيعني فتحة لأنه عليها فتحة. شو بيعني هول الاثنين؟ الإشارة المفتوحة باتجاه الألف المكسورة بين اللام والألف المكسورة تعني أن نفصل الألف المكسورة عن اللام، نفصلهم ونستبعد منا اللام لأنه مفتوحة باتجاه الألف المكسورة، فمنستبعد اللام، فمنرجع للكلمة بالآية الأولى لإيلافي، منستبعد اللام مثل ما قلنا، منستبعد اللام، بضل عنا إيلاف، إيلافي، إيلافي، يعني لي
لي اللي هو حرف جر، إيلافي. إيلافي ما معنى إيلافي؟ نرجع للكلمة الثانية، اللام عليها فتحة وعليها ألف، فمنستبعدها ومن بعدها منبلش قراءة، لأنه الأبجدية عندك حرف ألف بس يخلص الألف بتكفي من بعده، فهون اللام عليها ألف بتكفي من بعدها. فهم. فهم ما معنى فهم؟ ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان من الفهم، وبمعنى تاني في هم، في هم في حرف الجر وهم يعني فيهم مجرورة، لأن فيهم تقال فيهم لأن مجرورة، إذا صارت لي إيلا إيل لإيل فيهم، لإيل فيهم أي للكعبة فيهم، للكعبة فيهم رحلة الشتاء والصيف. هيدا معنى لإلاف قريش إلافهم، أي للكعبة فيهم رحلة الشتاء والصيف. كيف عرفنا أنه الكعبة؟ لأنه عم بيحكي لإلاف قريش، قبيلة قريش. شو هي إلاف؟ المقصود فيها إيل. شو يعني إيل؟ بقريش معناتها الكعبة المشرفة. لإلاف قريش أي لكعبة قريش، لكعبة قريش. رجع قال إلافهم أنها الكعبة فيهم، لإلاف قريش يعني لكعبة قريش. الكلمة الثانية إلافهم الكعبة فيهم يعني كعبتهم، هذا معنى لإلاف قريش إلافهم. وهون بيزبط المعنى، فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت اللي أشار له بمطلع السورة اللي هو الكعبة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليش آمنهم من خوف؟ لأنه قلنا لما أدخل آدم وزوجه على الجنة أبعدهم عن مين؟ عن القوم الآخرين، الرجال الكثير والنساء اللي كانوا يسفكوا الدماء ويفسدون في الأرض، لأن قوم يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض. فكلمة إسرائيل تصبح الشخص الذي أسري من الكعبة، طلع من الكعبة. مين هو اللي طلع من الكعبة؟ هو ابن آدم، لأنه شفنا بالحلقة بالجزء الثالث حلقة خلق الإنسان كيف أنه حبلت فيه بالجنة. فإسرائيل هو ابن آدم الأول الذي إجا بعلاقة خالفوا فيها شرع ربهم، يعني ظلموا فيها أنفسهم، بالأحرى ظلموا فيها أنفسهم، لأن كان بعد ما نزل الشرع كان في فقط أمر بعدم الاقتراب، عصوه ورجعوا ظلموا نفسهم، وعصى آدم ربه بالاقتراب، وعصى آدم ربه فغوى نتيجة المعصية اللي عملها، وقع بالغواية فظلم نفسه فيها. فبيكون إسرائيل إذن هو ابن آدم الأول، وهو بس طلعوا بس أسري به والده وحواء أيضا إلى الأرض. شو معنات إلى الأرض؟ قال لهم هبطا، يعني طلعوا من الجنة اللي البيت فيها الأساسي تاعهم اللي ولدت فيه هو الكعبة، والكعبة اللي هي الأرض المباركة، طلعوا منها إلى خارجة، إلى خارجة. قال لهم هبطا وهبطوا جميعا، وهبطا منها جميعا. ليش قال هبطا؟ لأنه مثل ما شفنا كمان بالجزء الثالث من حلقة خلق الإنسان، أنه القوانين الفيزيائية اختلفت، أوقف الزمن، ربنا سبحانه وتعالى أوقف الزمن داخل هيدي الأرض التي بارك حولها، اللي صارت الجنة هي جنة آدم وحواء. لذلك استخدم كلمة اهبطوا أو اهبطا لكي يدل على اختلاف القواعد الفيزيائية، لأنه الوقت والتوقيت والزمن متوقف في الجنة، فلما يرجع يظهر لبرا على توقيت وزمان مختلف فبيقول اهبط، بينما إبليس ما قال له اهبط، قال له اخرج منها، اخرجوا منها. ليش قال له اخرج؟ لأنه إبليس لن يتغير عليه شيء بالنسبة للزمن، إذا طلع من الجنة حيظل الزمن لا يسري عليه، لأنه منظر إلى الآخرة، ربنا أنظر إلى الآخرة، إنك من المنظرين. لذلك إبليس هلأ ما مات، لذلك إبليس بعد ما شيخ،
لذلك إذا ربنا استخدم له لإبليس كلمة اخرج، لأنه الخروج والدخول بيشيروا إلى نفس القواعد والقوانين الفيزيائية والطبيعية، بينما كلمة اهبط تعبر عن اختلاف. ليش كان الوقت والزمن واقف بالجنة؟ مثل ما قلنا ربنا بيقول وأنك لا تظمأ فيها، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، يعني ما هو حريته، لذلك هو تعرى نتيجة المعصية وأكل. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما معنى لا تظمأ؟ معناتها لما واحد إنسان يظمأ يعطش، إذا بده يشرب لازم تشتت الدنيا. لا تظمأ فيها معناتها الدنيا ما بتشتي فيها. ولا تضحى معناتها الضحى ما بيجي عليك، معناتها الشمس ما بتطلع، الشمس ما بتطلع، إذا ما في توالي أيام. طيب إذا الشمس ما بتطلع شو الوضع؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني هل معناتها الجنة كان الوقت فيها هو قمر، يعني هو كان بالليل؟ نعم كان ليل، كانت ليلة القدر، هذه هي ليلة القدر اللي حكينا عنها بعجائب ليلة القدر بالحلقة السابقة، فيكن تتابعوها بجزئين. هيدي الليلة ضلت سلام حتى مطلع الفجر، لأنه ما ظهر منا آدم وزوجه لعند القوم الآخرين، فكانوا بأمان، آمنهم. هلأ فهمنا شو معنات الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، سلام هي حتى مطلع الفجر. هيدي الليلة توقف فيها الزمن، توقف تقريبا لما يقارب 30 مليون سنة، كانوا فيها القوم الآخرين برا عم بيعيشوا برا ويفسدوا بالأرض أكيد، وهن اللي العلم اكتشف الهياكل العظمية تاعيتهم، الهياكل العظمية تاعيتهم، وبتشوفوا أنه عددهم قليل، لأنه مثل ما قلنا أنه هولي رجال كثير ونساء، فما بيتكاتروا كثير مثل بني آدم. إذن آدم وزوجه دخلوا الجنة اللي هي الكعبة المشرفة، وأكيد في شيء حواليها بعد. الحجر الأسود هو من الحجارة التي ربنا أودع فيها أسرار بتغير الطبيعة الفيزيائية بأمر من الله سبحانه وتعالى. فتوقف الزمن عند آدم، كان ليلة وحدة، عبارة عن ليلة وحدة هي ليلة القدر. هيدي الليلة كانت تعادل خارجة 30 مليون سنة، لذلك قال ربنا خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني هي تعادل ألف شهر بس هي أفضل منهم، ربنا فضل عليهم. هذا معنات ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا بيرجع بدل أنه الإنسان خلق بهذه الليلة. فيكن تتابعوا الجزء الأول والثاني من حلقة عجائب ليلة القدر. إذن إسرائيل هو ابن آدم، وبني إسرائيل هن أبناء آدم، وربنا أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، فهن من تشرين بكل البقاع، وربنا أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، معناتها هن متحكمين فيها، منهم أقلية، هن مش اليهود، اليهود هن فئة صغيرة منهم، هن أكترية. يعني إذا منشوف اليوم أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول العظمى كلها هيدي، وألمانيا واليابان كلها القصص، فعلى الأرجح أنه هن كلهم هولي بني إسرائيل، وجزء منهم صغير هو اليهود، جزء صغير منهم هو اليهود. الله اسمه الله سبحانه وتعالى وليس إيل. إيل كلمة عربية تعني الكعبة اللي هي الجنة كانت تاعت آدم اللي سكن فيه، البيت اللي سكن فيه هي كلمة. إذن إسرائيل كلمة عربية وإيل كلمة عربية ولا تعني الله أبدا. الله يقال له الله كلمة عربية مبينة، وإيل كلمة عربية مبينة، وإسرائيل كلمة عربية مبينة، وإسماعيل كلمة عربية مبينة، وجبرائيل كلمة عربية مبينة، الذي ينزل الوحي في مكة، يعني الكعبة، لما نقول الكعبة يعني مكة. عزرائيل شو هي عزرائيل؟ عزرائيل هي كلمة عبرية مأخوذة من إسرائيل. ما في ملك موت اسمه عزرائيل، ملك الموت اسمه ملك الموت الذي وكل بكم، هيك اسمه بالقرآن. عزرائيل هي نفس كلمة إسرائيل ابن الآدم الأول اللي قتل خيه، ولكن العبرانيين أو العبريين جعلوا منا ملك الموت. ليش؟ لأنه إسرائيل، إزرائيل، عزرائيل، وإسرائيل قتل خيه، فصار ينسب إلى عزرائيل اللي هي نفسها إسرائيل بس بالعبري، أنه القاتل، أي أنه الذي يأخذ الروح يعني أو النفس، يعني بموت
اللي بيموت، فصار يعرف بأنه هو ملك الموت عزرائيل، وهو لا وجود له إطلاقا لعزرائيل. عزرائيل هي كلمة إسرائيل بالعبرية، أما بالعربي فهي إسرائيل اللي هو ابن آدم اللي نزل، بس نزلوا على الأرض قتل خيه وجاب منه هذه الذرية. طبعا خيه عنده ذرية أيضا، بس ربنا ما ذكر. ليش ما ذكر ما نسب لاسم أبوهن؟ لأنه مات فما عاد ينسب لهم. بينما إسرائيل هو اللي قتل وعاش فترة طويلة وحرم على نفسه ما أحل له الله لحد ما اجت التوراة مع موسى، فربنا نسب كل الذرية تاعته له فصار اسمه بني إسرائيل. وبني إسرائيل مع الباقيين اللي ربنا ما نسبهم لحدا كلهم اسمهم بني آدم، يعني مع ذرية خيه الثاني لإسرائيل وذرية إسرائيل مع بعض يسمون بني آدم. بني آدم هذا هو إسرائيل. وهيك صرتوا بتفهموا كل شيء، إنه إسرائيل أول نبي لهم هو موسى. بني إسرائيل هن مش مخصصهم باليهود مثل ما نحن مفكرين، اليهود جزء صغير منهم، بلشوا مع موسى من التوراة من قبل أن، لأنه الآية مثل ما شفناها مثل ما شفنا الآية تاعت كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. أول واحد بلش يحرم ويحلل طبعا من وحي الله عز وجل، يعني نقلا عن الوحي، هو سيدنا موسى، فهو أول أنبياء إسرائيل. إبراهيم ليس له علاقة، إسماعيل وإسحاق ويعقوب ليس لهم علاقة إطلاقا ببني إسرائيل، ونوح ليس له علاقة، بلشوا مع سيدنا موسى، وإسرائيل هو ابن آدم. لذلك سبحانه وتعالى ربط دغري قصة قتل إسرائيل لخيه، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هن بني إسرائيل، ومن هيك قال، ومن أجل هيك قال وبالحق أنزلناه، أنزلوا من الجنة بالحق، هبطوا منها وبالحق نزل. بالحق نزل هون هو التوراة تاع موسى، بعدين حكى عن القرآن وقال نزلناه تنزيلا. طيب شو بيكون معنى إسماعيل؟ إسماعيل، إسماع مكة. شو معنى إسماع؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لسمعهم الوحي. إسماعيل يعني الوحي تاع مكة، لأنه إبراهيم ما كان بمكة، إبراهيم إجا على مكة، فأول من كان أسمع مكة إسماعيل هو سيدنا إسماعيل، لذلك سماه الله إسماعيل، وهي كلمة عربية مبينة. إسماع، إسماع عم تسمع، إيل مكة باللغة العربية. طيب سيدنا موسى أيضا، سيدنا موسى لم يكن نبيا لقوم بعينهم، بل كان نبيا للناس أجمعين. كيف عرفنا هذا الشيء؟ إذا منروح على سورة سبأ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ربنا عم بيرد على مين هم؟ موسى كان عم بيقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إن هدنا إليك. قال عذابي، الله سبحانه وتعالى يقول، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون النبي الأمي، بتكفي الآية. قل يا أيها الناس، الله بعده عم يتوجه لموسى، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. موسى كان رسول للجميع. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني ربنا عم بيأمر موسى شو يقول. ومن قوم موسى أمة، الآية ما خاصة بسيدنا محمد، موسى هو كان رسول الله إليكم جميعا. سيدنا محمد الآية تاعته هي بسورة سبأ،
بسورة سبأ من الآية 28 لـ 31: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. هناك للناس أجمعين، معناتها وهذه الآيات تاعت للناس أجمعين هي كانت بعد خروجه من أرض فرعون وبعد موت فرعون وغرقه كل هالموضوع. وما أرسلناك بسورة سبأ، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالآية 31: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. إذن الآية هنا عم تحكي عن سيدنا محمد، قال كافة قبل ما يقول للناس، لأنه هنيك عند موسى معناتها الناس اللي كانوا موجودين عنده من بني إسرائيل، من بني إسرائيل اللي هن قلنا بمشارق الأرض والمغاربة، بس لأنه كتاب التوراة ما كان هو خاتم الكتب، ما كان خاتم الكتب، فما قال كافة. هون عن سيدنا محمد لأنه القرآن هو الخاتم، قال كافة للناس، لأنه هذا الكتاب سيكون للكل بمن فيهم قوم موسى. أما أيام موسى فالتوراة منا للي حيجوا أيام سيدنا محمد، هي بس من موسى، أيام سيدنا موسى قبله وبعده لحد ما يجي سيدنا محمد. لذلك قال للناس أجمعين، عن سيدنا محمد قال كافة للناس، يعني حتى اللي اتبعوا التوراة واللي بعدهم. هذا ما فتحه الله علينا. أتمنى أن تأخذوا ما جاء في هذه الحلقة بقلوب مؤمنة مطمئنة صابرة وبتدبر شديد، وأن تعيروا هذه الحلقة وما جاء فيها كل عناية واهتمام وحرص، وأن تنطلقوا بها نحو العالم أجمع، وأن تخبروا بهذه الحقائق كل البشرية. اليوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي تأويله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.